إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخواتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، إذ قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرض يخل لكم وشوابكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب التقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإنا لحافظون قالوا لي يحزنوني ينتذب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه مغافلون. قال لا إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. سنقل الله.